مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. مادة اللغة العربية للصف الثالث. الموضوع لهذا اليوم أسنان السليمة. أتحدث. هدفنا من هذا النص أن يصف الطالب ما يشاهده في الصور، وأن يتحدث الطالب بجمل مفيدة من نص الاستماع مناسبة لمكونات الصور، وأن يطبق الطالب النصائح المرجوة من النص في الحفاظ على نظافة الأسنان. هيا يا أبطال لنشاهد الصور التالية. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد في هذه الصورة أن أنسا وجد مجموعة من الأغراض، من بينها مصباح قديم. أما في هذه الصورة فنشاهد أن أنسا حمل المصباح بيده وبدأ بتنظيفه من التراب. هيا يا أبطال، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، نشاهد خروج مارد كبير من المصباح، وطلب منه أنس أن تختفي فراشي الأسنان ليحققها له هذا المارد. ماذا تشاهدون هنا؟ أحسنتم، نلاحظ أن أنس بدأ يحس بألم في أسنانه بعد أن اختفت فراشي الأسنان الذي طلبها من المارد، وذهب إلى طبيب الأسنان. آخر صورة، ماذا نشاهد يا أبطال؟ نشاهد أن المارد أعاد لأنس الفرشاة بعدما طلب منه أنس ذلك، ووعده بأن يحافظ على تنظيف أسنانه بشكل يومي. هذه قصة وليست واقعية يا أبطال، يجب أن نأخذ منها العبرة وأن نحافظ على نظافة أسناننا حتى لا نخسرها. أحسنتم يا ثالث.